كما شاهدتوا نعيش ذكرى احتفال بالمسيرة الخضراء المضفرة المرور عليها 47 سنة. اليوم كتقوم بها مندوبية التعليم على مستوى منقطعة حي الحسني ومديرية الجهوية للتعليم على مستوى الدار البيضاء، واختاروا اليوم منطقة حي الحسني وملعب الحي الحسني والتراب الحي الحسني باش جميع المدارس ديال المنطقة باش يحتفلوا بهذه الذكرى الغالية عن النفوس، باش يكون لواحد الاحتفال اللي هو فيه مجموعة ديال يعني ديال الإشارات. أولا احتفال بهذه الذكرى، وكذلك غتكون واحد مجموعة الفقرات تربوية وتربية على المواطنة من أجل يعني تلقين وتمرير هذه الرسائل ديال الوطنية حول القضية الصحراء المغربية لجميع أطفال ديال المدارس اللي غادي يشاركوا اليوم. وبالتالي غادي ما يمكن لنا إلا نشكروا رجال التعليم والأطر التربوية ديال التعليم اللي انضموا مع السيدة العام كذلك السلطة المحلية اللي سهروا على هذا التنظيم مع يعني مقاطعة حي الحسني باش يكون هذا العرس وهذا الاحتفال التربوي الوطني انطلاقة ديالو اليوم من منطقة الحي الحسني. هذا اليوم هذا حنا كنحتفلوا بالمناسبتين اللي كنحضروا لهم، اللي هي الذكرى 47 للمسيره الخضراء وكذلك عيد الاستقلال. فاليوم شرف كبير لنا اننا نكونوا من بين هاد الناس اللي هما قايمين بهذه الجهه المنظمه اللي هي كتكون من رجال التعليم ديال عمالة إقليم الحي الحسني وكذلك مؤسسات خاصة اللي هم استطاعوا أنهم يديروا هذا الحفل هذا، واللي شرفتهم كذلك السيدة العامل بالأطر ديالها في هذا الحفل هذا. وهذه مناسبة غالية على جميع المغاربة، وحنا تنحمد الله ونشكره أننا وسط منهم، وهذا هو اللي خصنا نتمناه، ومازال إن شاء الله المزيد العطاء للأمام.